وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية. أستاذ محمد، بعد التحية، كيف قرأت زيارة وزير الخارجية سامح شكري لتركيا ولقائه نظيره التركي، وما تضمنه هذا اللقاء من مشاورات ومحادثات بشأن ملفات أبرزها حرص البلدين على تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية؟ بعد التحية يا فندم، أهلا وسهلا. في البداية يعني ده يعكس دور الدبلوماسية المصرية، يعني المتأصل منذ زمن بعيد، وتحديدا منذ 10 سنوات برزت فيها أو عادت فيها الدبلوماسية المصرية لدورها إقليميا ودوليا، وأنها هي الدبلوماسية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيارة تأتي لمناقشة ملفات عديدة أبرزها الملفات الإقليمية، وكان بالطبع يطغى عليها الملف الفلسطيني وقضية قطاع غزة، ونحن في الدخول إلى اليوم 200 من الصراع الدائر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الجهود المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء كانت مساعدات إنسانية أو إغاثية، وتسهيل دخول المساعدات التي تأتي من كل دول العالم عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مناقشة ملفات مرتبطة بالتعاون بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات سواء كانت فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. أستاذ محمد، يعني أبرز مجالات التعاون التي تنتظر البلدين في الفترة القادمة في ضوء حديث لوزير الخارجية عن دراسة إطارات قانونية للاتفاقيات يتم التحضير لها بين البلدين؟ يعني أبرز النقاط التي من الممكن أن يتم التشاور فيها ما بعد المؤتمر الصحفي، أو يوجد زيارات متبادلة بين الجانب التركي والجانب المصري، تتلخص في تطوير علاقات تجارية، توسيع التعاون التجاري بين البلدين. يعني السيد الوزير سامح شكري صرح بأن مصر حريصة على رفع التعاون التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار. هذا يأتي بأن يؤكد أن مصر أصبحت الآن هي الوجهة الأساسية في الشرق الأوسط للاستثمار. يوجد أيضا مناخ للاستثمار جيد جدا، يوجد تسهيلات في التعاون التجاري بين مصر وجميع بلدان الشرق الأوسط. هذا أيضا يعكس الدبلوماسية وما قدمته إلى جميع المجالات. يعني نجد أن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر أكد فيها على هذه النقطة تحديدا، وأكد على تعميق العلاقات بين مصر وتركيا. هذا بالإضافة إلى نعم، وصلت وجهة النظر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الخارجية.